ونحن شفنا هذه الاجراءات في عدد من الدول حتى التي يعني ربما فيها يعني الفيروس انتشر اكثر. ونحن نعلم اليوم ان هذا الفيروس اللي هو الان صنفته المنظمه العالميه للصحه كوباء وجائحه اصبح اليوم يتسع بشكل رهيب جدا، خاصه في القاره الاوروبيه وخاصه في ايطاليا والان في اسبانيا وكذلك في فرنسا. وبالتالي ندرك جيدا ان هذا الفيروس الان انتقل من الصين من اسيا الى القاره الاوروبيه، ونحن نتواجد على بعد اميال من القاره الاوروبيه. وبالتالي يعني القرارات التي اتخذتها السلطات المغربيه اعتقد قرارات يعني معقوله وقرارات يعني لها سند شعبي، وبالتالي هذا النوع من القرارات يعني يلاقى طبعا ترحيبا من المواطنين من التلاميذ من الاطر التعليميه وطبعا من الاباء. هي قرارات معقوله وتدريجيه في الوقت والزمان المناسب. ايضا السلطات المغربيه قررت اتخاذ اجراءات وقائيه على يعني دوليه لمواجهه تفشي كورونا، برايك ما اهميه هذه الاجراءات ومجالاتها والغايه منها؟ اعتقد انه وقف الرحلات الجويه والبحريه بين المملكه المغربيه والجمهوريه الاسبانيه المملكه الاسبانيه والجمهوريه الفرنسيه، اعتقد هذا يندرج في سياق القرارات السياديه التي تتخذها المملكه المغربيه لحمايه مواطنيها وطبعا في اطار التشاور.